Good evening, Facebook. Reporter Zainab Shaib here, just giving a quick update on what the Governor Mike DeWine addressed earlier today at 5:30. I'll give this update in Arabic for the non-English speakers in our community. Our Roxanne Elias just got done a few moments ago giving her update in Spanish. And of course, we do have English from our Jensen Strock over on our Facebook video library section. So you can look for any of those languages. And of course, if you speak Arabic, you're more than welcome to tune in. And if you don't speak Arabic, you're also more than welcome to join. But if you'll excuse me, I'm just going to do a quick update in Arabic right now. أول شيء بدي لكم مرحبا واسمي زينب شعيب وبدي لكم شو قال الحاكم مايك دوين اليوم عن الموضوع الكورونا فيروس وشو بيصير وشو بيشوف بالنسبة الكورونا فيروس. بيقول انه بالنسبة اللي الحفلات ابي اشوف انه الحكي مايك دوين ابي اشوف في كثير اعراس ابي اشوف انه في كثير عالم ابي يروح على عيد ميلاد والبيبي شاورز وهيك مناسبات فابدي اقول انه لازم يتخففوا هالموضوع ولينا حفلات ورحلات ف لحتيت هلا قال بده يعمل ابديت يعني طلب جديدة بالنسبة للحفلات بس يا هالجمعة يا جمعة الجاي بده يعمل طلب جديدة بس لحتيت هلأ ما قال شيء قال إنه لازم يكون الحفلات يكون 10 أشخاص أو أقل إذا حدا بده يعمل حفلات وحتى إذا في حفلات لازم أكيد يكونوا بالعالم بالعيلة يعني مش كتير تعزموا كتير عالم برات العيلة ويعني لنخفف الانتشار للكورونا فيروس وأكيد إذا بدكم تروحوا الحفلات مفروض يلبسوا الكمام أو وجهن الكمامات وبعدين حتى إذا بدكم تروحوا على الحفلات والعراس لازم تكونوا بمحلكم قاعدين يعني ممنوع تقوموا ترقصوا تقوموا تحكوا مع الناس وهيك قصص لازم تكونوا قاعدين بالطاولة وكون لابسين الكمام كمان نفس الشيء وبدي اشوف اذا في حدا For those who are confused on why I'm on here speaking Arabic, I'm giving an update about the coronavirus for our non-English speakers in our community. We feel that everybody needs to know what's going on, especially with the governor hopping on today and speaking. But we do have an English version, of course. You can always tune in to WTOL on channel 11, or you can also go to our library section on our Facebook page. There's an English update as well. But I'm going to continue going and updating in Arabic for our non-English speakers in our community. So if that pertains to you, you're more than welcome to stay. Or if you need an English version of the video, you can hop off this video and go to the English video that Jen's instructed. So thank you guys. So أبلكن إنه الحاكم مايك دوين عم بيقول إنه إذا بدكن تعملوا حفلات فيكن تعملوا حفلة ل10 أشخاص أو أقل أكيد ما تكتروا الناس وبعد بدو يحكي بيقول طلب جديد هالجمعة أو الجمعة الجاي بل لحتيت هلا بيقول إذا بدكم تعملوا حفلات وعراس و يعني عيد ميلاد لازم تلبسوا كمام وما فيكم تقوموا تحدثوا وترقصوا لازم يكون قاعدين وفيكم تشلحوا الكمام بس ما بدكم تاكلوا لحتيت هلا كمان بالنسبة الكمام الكمام الحاكم مايك دوين بيقول انه مفروض العالم يلبسوا الكمام اوكي حتى اللي الناس بدهم يفوتوا على المطاعم على البزنسز المحلات لازم مفروض يلبسوا الكمام على وجههم اوكي وهلا بيقول الطلب الجديد انه اذا المحلات او بزنس او مطاعم ما حاطين ورقه على الباب انه ممنوع الزبون او للعالم يفوتوا بقلب المحل من دون الكمام رح يعمل رساله للمحل او بزنس اوكي سو كل بزنس كل محل لازم يكون في ورقه على الباب انه الزبون والشغيلة لازم يلبسوا الكمام قبل ما يفوتوا إذا
ما حاطين هالورقة رح يبعت رسالة لقلب البزنس أو محل أو restaurant ل يعني بزنس حي الله شيء رح يبعت له رسالة إنه لازم تحطوا ورقة. إذا ما حطوا ورقة رح يسكر المحل 24 ساعة لحتى ينظفوا ويسمع كلمته للحاكم الديواني يحطوا ورقة إنه لازم مفروض تكون في ورقة بالبزنس بالمطعم بالمحل حي الله شيء بس لازم مفروض هالورقة. وكمان نفس الشيء كل واحد عنده مطعم عنده بزنس يعني الاونرز لازم يكون لهم للشغيله يلبسوا كمان يلبسوا للشغيله وكمان للزبون يفوتوا لجوا. فهيك بيقول الحاكي مايك توين بالنسبه للكمام وللبزنسز. فمفروض لحتى هلا لازم يكون في ورقه على الباب ممنوع الزبون يفوتوا لجوا من دون كمام وكمان حتى للشغيلة نفس الشيء. وبعدين حاكم مايك دوين نفس الشيء قال انه اذا شاف الكورونا فيروس لانه بيشوف انه في كتير كورونا فيروس زايد باوهايو فاذا رح تضل هيك بالخميس الجاي رح يسكر المطاعم رح يسكر البارز ورح يسكر النادي كمان الجيمز. So, بس بدي يشوف يؤكد انه نزل الانتشار الكورونا فيروس لان عم بيشوف انه في كتير عالم بيصيروا ساخنين من وراء الكورونا فيروس. So, اذا ما نزل الانتشار بدي يشوف مش هالجمعة الجمعة الجاي يعني الخميس بدو يحكي كمان ويقول اذا رح يسكر المطاعم والبارز والجيمز كمان النادي. واكيد انا رح قلكم شو بيصير بالنسبة اوهايو وشو قال الحاكم مايك دوين بالعربي. وتاني شي بدي قلكم انه انا بحكي انا هون سو عربيتي شوي مكسر وانا بحكي لغتي لبناني سو عفوا اذا ما في كتير ناس عم يفهموني. اذا ما فهمتوا علي بعتوا لي رسالة اسمي زينب شعب وانا رح قلكم شو بيصير بلغتكم ان شاء الله. كمان بدي اشوف اذا حدا عنده سؤال لحديت هلا. اذا حدا عنده سؤال فيكم تكتبوا لي لايف هلا على الكومنتس وانا رح اجاوبكم. بس بدي اشوف اذا حدا ابي يسال بس ما بشوف. شكرا كوزات شكرا كثير. شكرا كوزات. اوكي ما في حديت هلا ما في سؤال. فمثل ما بقولكم اذا نسيتوا تسالوني شيء فيكم تبعتوا لي كومنتس هون وانا رح ارجع رد عليكم. او اذا بدكم تبعتوا لي رساله على البرايفت الفيسبوك فيكم تبعتوا لي اياها كمان. بس بدي اقولكم الحكي مايك دوين كمان حكي الارقام تبعت الكورونا فيروس كثير كثير كثراني الكورونا فيروس باوهايو. ابي اشوف اليوم اليوم كان في 5874 أشخاص فاتوا بقلب المستشفى من وراء السبب الكورونا فيروس. 5874 أشخاص فاتوا بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس. امبارح حكي مايك دوين قال إنه في 6508 أشخاص فاتوا بقلب المستشفى من وراء الكورونا فيروس. أبي شوف كتير كورونا فيروس كتير 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 أبي يزيد بأوهايو. هاي بأوهايو كلها مش بس بتوليرا أو شيء, هاي بأوهايو ولا كلها. بس أبي أقول إنه بالأيلول شهر 9 كان في تقريبا 1000 أشخاص فاتوا بقلب المستشفى من وراء الكورونا فيروس. هيدا بأيلول. اوكي هلا ابي اشوف انه وانت امبارح في فوق ال 6000 اشخاص فاتوا بالمستشفى من وراء كورونا فيروس. سو لحتى اللي يوقف الانتشار الكورونا فيروس ابي اسال كل واحد يلبس كمام وبس يروحوا على الحفلات او بيروحوا على المحلات او مطعم يلبسوا الكمام. ولحتيت هلا بالمستشفى ابي اقول انه بالربيع والصيف كان في تقريبا 1100 شخص راحوا
بالمستشفى، هاي تقريبا بالصيفية والربيع. هلا الجمعة الماضية شاف إنه 2000 بالجمعة راحوا، يعني عمل تقريبا دبل من الصيفية. سو 2000 أشخاص الجمعة الماضية راحوا بقلب المستشفى من وراء الكورونا فيروس. أوكي اليوم شاف بس اليوم أبي أشوف إنه فوق 3000 أشخاص فاتوا بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس. وحتى لي ال ICU يعني intensive care unit في تقريبا 700 أشخاص بقلب intensive care ICU من وراء الكورونا فيروس. يعني الموضوع معهم الكورونا فيروس مش منيحة أبدا، وإن شاء الله يقومهم بالسلامة، بس بده هو يخفف الانتشار الكورونا فيروس، لأن أبي أشوف كتير كتير الناس أبي يروحوا المستشفى من سبب الكورونا فيروس، وهو حتى اللي أبي يروح على ICU. وحتيت هلا كل أوهايو في 700 أشخاص راحوا ICU من وراء الكورونا فيروس. وأبي أقول إنه تقريبا العالم بأوهايو من الجمعة الماضية تقريبا 104 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس. وبيشوف انه في كتير ناس بيشتغلوا بالمستشفيات، يعني المستشفى الحمد لله عندهم الكمام زيادة، عندهم الكفوف زيادة. قبل انه كان ما عندهم زيادة كمام وكفوف، هلا الحمد لله عندهم هالشي. بس أبي شوفوا انه الشغيلة بقلب المستشفى أبي ينقصوا، لان الشغيلة كمان عندهم الكورونا فيروس عم بيصير بالناس عم بيشتغلوا بقلب المستشفى. سو هو بده يحاول يوقف الانتشار الكورونا فيروس وحمي حالنا وغيرنا، وكمان مشان الناس بيشتغلوا بقلب المستشفى ليوقف الانتشار. مثل عم بقول لكم انه لحتيت هلا الجمعة الماضية في 104 عالم بأوهايو ماتوا من سبب الكورونا فيروس، وفي أبي أشوف إنه كتير كتير ناس بيشتغلوا بقلب المستشفيات كمان عندهم الكورونا فيروس. فعشان هيك بيشد علينا نلبس الكفوف ونلبس الكمامات لحتى نوقف الانتشار. بدي أعيد بعد لحتيت هلا ما قال شيء عن المدارس والشعر والصالون زي هيك سبب، بعد لحتيت هلا ما قال، بس قال هالجمعة أو أول الجمعات الجاي رح يقول عن الحفلات، بدي يعمل طلبة جديدة، لأنه بيشوف إنه كتير ناس بيروحوا على الحفلات على رأس على الميدلد وما بيلبسوا الكمام. وفي كتير ناس بس يروحوا وما بيلبسوا الكمام وبيرقصوا وبيحكوا وبيحدثوا مع الناس. إذا بدكم تروحوا على الأعراس بيقول إنه خليكم قاعدين بالمحل، محلكم واحد، و تضلكم لابسين الكمام. بس بدكم تاكلوا او تشربوا شيء فيكم تشلحوها، بس كمان تخففوا العالم، يعني تعزموا العالم اكيد. وكمان بيقول الحكي مايك تواين انه الماسك اوردر تبعت المحلات والمطاعم والبزنسز، اذا كل محل لازم يكون عنده ورقه بقلب الباب انه ممنوع الزبون يفوتوا لجوا من دون الكمام. اوكي ولو حتى للشغيله كمان اذا ما في ورقه على الباب، يعني اذا ما شفت رحتوا على المحل وشفتوا انه ما في ورقه على الباب فيكم تتصلوا بقلب لوكس كاوني هيلث ديبارتمنت، وهن بيقولوا للحاكم مايك تواين، وبعدين مايك تواين يبعثوا رساله للمحل للبزنس خليهم يحطوا الرساله بقلب الباب. اذا ما حطوا الوارنينج يعني لازم مفروض تلبسوا ماسك، الحكي مايك دوان رح يسكر المحل 24 ساعة لحتى ينظفوا ويحطوا الساين الورقة بالباب. بس لحتيت هلا كمان بيقول انه الخميس الجاي بدي يشوف كيف صرنا بالكورونا فيروس، انتشار الكورونا فيروس، اذا بعدنا مثل ما
مثل عم شوفوا هلا عم يزيدوا الارقام تبعت الكورونا فيروس، رح يسكر بارز ورح يسكر الريستورانتس يعني المطاعم والفتنس سنترز يعني النادي الجيم. بس لحتيت هلا اكيد ما قال، بس بدي اشوف الحاكم مايك دواين كيف صرنا اذا وقفنا ولبسنا الكمام اكيد ما رح يسكر. وكمان انا رح اطلع وقلكن شو بيصير كرمالكن بالعربي. واذا حدا عنده سؤال فيكن تسألونا. رح تشوف اذا حدا no. ما في حدا عم يسأل. alright. Thank you for all that are tuning in. My name is Zainab Shaib. I just did a quick update in Arabic for the non-English speakers in our community. I'm just going to take a quick couple more minutes to wrap up and I'll sign off shortly. ممكن أقول لكم إنه شكراً كتير. اسمي زينب شايب، so إذا عندكم سؤال أو حابين تقولوا لي شيء عن الـ government والكورونا فيروس وشو قال الحاكم مايك دواين، فيكن تبعتوا لي رسالة اسمي زينب شايب، أو إذا بدكم تحطوا لي إياها على الكومنتس وبعدين أنا برجع بجاوبكم. بس خلص اللايف إذا بدكم، وشكراً كتير، وإن شاء الله خميس الجاي بس حاكم مايك دواين يقرر إذا بده يسكر المطاعم أو البارز أو الفيتنس سنترز يعني النادي. رح ارجع اطلع وقلكن شو بيصير. بس هاي هي اليوم. باي باي، شكرا كتير.